التالتة بس عشان ما تدخلوش التالتة ونطلع تاني، فشايفة ان سكتكم على قدكم يعني. دي المقبرة الرابعة. المقبرة الرابعة للأسف ما اكتشفناش فيها يعني حاجة تذكر، يعني ادي المفروض بقايا السلم اللي بيؤدي للمقبرة، ده بقايا الاوبن كورت. طبعا في اجزاء كتير ترميم، هي اساسا الجزء اللي تحت بس خلاص. شايفة ايه اللي ده بقى اللي بيحصل ده كله هنا؟ ده اجزاء من العواميد اللي كانت بتحدد شكل الاوبن كورت هنا. خلاص، وده المفروض والمفروض ان الجزء اللي ورا دوت هو الايكس. خلاص، بس للاسف يعني ايه مش واضح المعنى. وده مش تحت اشراف حضرتك؟ حضرتك بتقولي ده انا مش عارفه ايه اللي هو ده. لا انا بقول لك الجزء اللي تحت ده هو الجزء الاساسي للعواميد، الجزء اللي فوق ده ترميم. ماشي خلاص. يبقى we have here tomb number 4 which is the most ruined one which is the most ruined tomb. okay, we have here the main entrance of the tomb leading to the traces or the remainings of the open court where is only the bases of the pillars and the columns visible. خلاص، and in the central part we can find the altar which is used to perform the different rituals. This part was the prostus and the other part, the back part was the icus, and we can find here only traces of different locally holds. ماشي، المفروض ان الجزء ده يقال ان كان في بقى الجزء المقبرة الخامسة والستة، لكن للأسف احنا ما عندناش ايه وصف ليه. قبل ما نسيب بس المكان وندخل على المقبرة رقم 3، هو ايه الفرق ما بين البيلر والكولوم؟ عشان في حد سألني الفرق ما بين العمود، نقول عليه ايه بقى؟ هو ايه؟ بقيكة بقى؟ معرفة بقيكة صح؟ العمود هو السيركل. خلاص، البقيكة واللي هو البيلر خلاص ده اللي هو بيبقى مستطيل. ماشي؟ ده كولوم. بين البيلر ده في بعض الاماكن يا محمد كان في بعض، يعني دايما بتشوف في المناطق الاثريه حاجه اسمها كده اوبن ميوزيم، بتحوي الحاجات اللي احنا اكتشفناها في المكان، والمفروض ان هي بتتحط بقى كده بشكل معين وليبل. يعني هم صراحه عاملين مثلا من منطقه السيرابيوم بداوا يحطوا ليبلز على الحاجات اللي هم اكتشفوها كاوبن ميوزيم، عاملينها بشكل حلو. المفروض برضو دي حاجات تم اكتشافها في المكان ويعني تعتبر من ضمن عهده المكان. يعني تعالوا نشوفوا بقى المقبره الثالثه.